بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايبي مشاهدي القناة الطبية، أهلا وسهلا بيكو. النهاردة هنتكلم عن دواء جديد هو بلينديل. بلينديل هو أحد الأدوية التي تستخدم لعلاج ضغط الدم المرتفع، وطبعا ضغط الدم المرتفع ده هو من الأمراض المنتشرة في الوقت الحالي، وهو عبارة عن ان الواحد يبقى زيادة الضغط الانقباضي عنده عن 12 مليمتر زئبق. ومن الامراض التي يجب علاجها بسرعة وعدم السكوت عليها وبصورة سريعة، لانه لو سبناه ممكن يعمل يسبب دمار في الجسم، له مضاعفات سلبية كثيرة على صحة الانسان. بلينديل يساعد على ضبط مستوى ضغط الدم في الجسم والحفاظ عليه، ويساعد في الوقاية من مرض الذبحة الصدرية. ونتكلم إن شاء الله عن بلينديل باستفاضة. تحتوي أقراص بلينديل على المادة الفعالة فيلودوبين. هذه المادة تعمل على ضبط مستوى ضغط الدم، وهي من المواد التي تعمل على حصر الكالسيوم وينشط الأوعية الدموية التي يتعرض المريض فيها لبعض الجلطات، مما تؤدي للإصابة بالذبحة الصدرية. تستخدم أكراس بلينديل، الدواعي الاستعمال بتاعته يستخدم في علاج ارتفاع مستوى ضغط الدم والوقاية من الذبحة الصدرية. طيب ايه هي الجرعة؟ الجرعة الاعتيادية من بلينديل تكون بمعدل 5 ملي جرام في اليوم، ما لم يصف الطبيب جرعة مختلفة عن ذلك. الجرعة الاعتيادية من أكراس بلينديل لكبار السن 2.5 ملي جرام في اليوم. طيب ايه هي الأثار الجانبية اللي يمكن أن تحدث نتيجة تناول بلينديل؟ طبعا يجب على المرضى ضغط الدم والذبحة الصدرية أخذ الاحتياط عند ظهور أثار جانبية سلبية. دواء بلينديل يحتوي على بعض الأعراض الجانبية التي تؤثر على الصحة، لذلك يجب التعامل معها بحذر، وسوف نوضح بعض من هذه الأثار الجانبية. يمكن أن يحدث سرعة ضربات قلب، صداع، عسر هضم، تورم في أطراف الجسم، تخدير في الجسم، ارتفاع درجة حرارة الجسم، دوار، احمرار في الوجه، ألم في الأذن، ألم في الصدر، ألم في المفاصل، طفح جلدي، مشاكل في الانتصاب عند الرجال، طنين في الأذن، اضطراب في ضربات القلب، نعاس، ارتفاع مستوى انزيمات الكبد، أرق، أنيميا، أرهاق، توسع في الشعيرات الدموية، إمساك، تشنجات في العضلات، إسهال، ألم في المفاصل، إغماء، اضطرابات في الجهاز البولي، تشوش في الرؤية. دي طبعا الحاجات مش لازم تحصل مع كل واحد، دي ممكن تحصل وممكن ما تحصلش. طيب ايه هي موانع استعمال؟ مين الاشخاص اللي نقول لهم ما تستعملوش بلينديل نهائيا؟ طبعا المصابين بضيق في الشريان الاورطي، المصابين بحساسية من مكونات البلينديل، الأشخاص المصابين بأنيميا، الأشخاص الذين يعانون من انخفاض مستوى ضغط الدم، المرضى، لأن هو هيخفض دمهم تاني، أما هو منخفض أصلا يبقى ده تحصل مشكلة كبيرة. طب المرضى اللي عندهم ذبحة صدرية، الأشخاص الذين يعانون من فشل في القلب، وفي حالة وجود فشل قلب احتقاني عند المريض، في حالة الإصابة باعتلال في عضلة القلب، أيضا مصابين بحساسية تجاه مادة الفيلودوبين الموجودة، اللي هي المادة الفعالة الموجودة في بلينديل. أيضا مرضى الكبد يجب أن يستشيروا الطبيب، مرضى اليوروفيريا يجب أن يستشيروا الطبيب، أيضا الذين يعانون من حساسية تجاه الأملودوبين. طيب في فترة الحمل هل مسموح به؟ يمنع تناول أقراص بلينديل خلال فترة الحمل، لأن المادة الفعالة تصل للجنين عبر المشيمة ويمكن تسبب أضرار شديدة للجنين. طيب بالنسبة للرضاعة، لا يجب استعمال بلينديل خلال فترة الرضاعة الطبيعية، حيث يمكن أن تؤدي لأضرار للرضيع لأنها ممنوعة تماما على الأطفال. طيب أقراص بلينديل هل تتفاعل مع المواد والعقاقير؟ طبعا تتفاعل مع أشياء مثل عصير الجريب فروت، الأدوية المضادة لمستقبلات بيتا، الأدوية المثبطة للمناعة، عقار دلتا دي عظيم، عقار سيلندافيل، طبعا سيلندافيل ده اللي هو موجود في فايركتا وموجود في الأدوية المنشطة جنسيا، عقار أريسفوميسين، عقار دانترولين، عقار كلايسروميسين، عقار إتراكوانازول. طيب إزاي نحفظ
نحفظ أكراس بالمنديل، تحفظ بعيد عن متناول الأطفال في درجة حرارة الغرفة 30 درجة مئوية، بعيد عن أشعة الشمس، في مكان جاف، مكان بعيد عن حرارة، حرارة الغرفة العادية، بعيد عن الرطوبة. طيب سعر بلنديل كام؟ يتوفر بلنديل بتركيز 2.5 مللي جرام بسعر 39 جنيه، ده طبعا ده آخر سعر، لازم السعر اتغير، وتركيز 5 مللي جرام بسعر 54 جنيه، وتركيز 10 مللي جرام بسعر 75 جنيه. وطبعا الأسعار دي اتغيرت، الله أعلم هي كام دلوقتي. نكمل كلامنا عن بلنديل. بلنديل زي ما قلنا هو أحد أدوية ضغط الدم، ومنه أقراص 2.5 و5 و10، والمادة الفعالة فيه دبين، ويوصف لعلاج ارتفاع ضغط الدم، ويمكن استعماله كعلاج وحيد للتحكم في ضغط الدم لدى غالبية المرضى، ويوصف بلنديل للمرضى الذين سابوا تأنى للعلاج بأدوية ضغط الدم الأخرى اللي فيها مدرات البول، لأن بلنديل ليس من مدرات البول أو حاصرات بيتا غير فعال أو مرتبط بتأثيرات ضارة غير مقبولة. بلنديل متوافق مع أدوية ضغط الدم الأخرى، ثبت أن بلنديل له تأثير إضافي في خفض ضغط الدم عند وصفه مع أدوية ضغط الدم الأخرى، لذلك قد يصف الطبيب بلنديل مع أدوية ضغط الدم أخرى مثل مدرات البول. تمام. يستخدم في لودوبين اللي هو الموجود في البلنديل بمفرده او مع ادويه اخرى لعلاج ارتفاع ضغط الدم، ويساعد خفض ضغط الدم المرتفع على الوقايه من السكته الدماغيه والنوبه القلبيه ومشاكل الكلى. وينتمي في لودوبين الى فئه العقاقير التي تعرف باسم حاصرات قنوات الكالسيوم، وهيعمل عن طريق ارخاء وتوسيع الاوعيه الدمويه، مما يساعد على تدفق الدم بسهوله اكبر، مما يساهم في خفض ضغط الدم. طيب يستخدم في لودوبين ايضا لمنع نوبات الذبحه الصدريه، مما يسمح لمرضى الذبحه الصدريه بزياده قدرتهم على ممارسه الرياضه وتقليل توتر نوبات الذبحه الصدريه. لا ينبغي استخدام بلنديل لعلاج نوبه الذبحه الصدريه عند حدوثها، اذا حدث الم في الصدر نتيجه الذبحه الصدريه يجب استخدام عند فئه اخرى من الادويه مثل النيترو جليسرين تحت اللسان. طيب كيفية استعمال بلنديل؟ يجب أخذ بلنديل مرة واحدة في اليوم مع الطعام أو بدون الطعام، من المستحسن أن يؤخذ في نفس الوقت كل يوم، إذا فاتتك الجرعة يجب أخذها حالما تتذكرها، لكن لا تأخذ بلنديل إذا مر أكثر من 12 ساعة منذ أن فاتتك آخر جرعة، تنتظر حتى وقت الجرعة الثانية. طيب الأدوية الأخرى، يمكنك استخدام نيترو جليسرين وبلنديل معا، إذا كنت تتناول نيترو جليسرين لعلاج الذبحة الصدرية فلا تتوقف عن تناوله أثناء تناول بلنديل. أثناء تناولك بلنديل لا تتوقف عن تناول الأدوية الأخرى الموصوفة لك، بما في ذلك أدوية ضغط الدم، دون التحدث مع الطبيب أولا. طيب ما هي الأطعمة التي تتفاعل مع بلنديل؟ كحول، الكحول، الناس اللي بتشرب كحول ومدمنة كحول، يمكن أن يخفض الكحول ضغط الدم، ويمكن أن يزيد من الآثار الجانبية لفيلودوبين اللي هو موجود في بلنديل. قد يتفاعل الجريب فروت أيضا وعصير الجريب فروت مع فيلودوبين، ويؤديان لآثار جانبية خطيرة، حيث إذا يجب تجنب شرب الكحوليات ومنتجات الجريب فروت أثناء تناول فيلودوبين اللي هو بلنديل. طيب متى أتوقف عن استخدام بلنديل؟ تتوقف عنه إذا كنت تستخدم هذا الدواء بانتظام لعدة أسابيع فلا تتوقف فجأة، قد يؤدي التوقف المفاجئ إلى ذبحة صدرية أو ارتفاع في ضغط الدم، يجب استشارة الطبيب على كيفية التوقف عنه. طب كم من الوقت يستغرق بلنديل لخفض ضغط الدم؟ طبعا يستغرق بلنديل 8 ساعات للوصول لأعلى تركيز له في الدم، وحوالي أسبوع للوصول للتركيز التأثير الكامل للتحكم الكامل في ضغط الدم، أسبوع 7 أيام. سؤال آخر، هل يؤخذ بلنديل كل يوم؟ طبعا فيلودوبين اللي هو بلنديل يؤخذ كما أخبرك الطبيب، وتتبع التعليمات الموجودة في النشرة الداخلية. إذا لم تكن متأكد من الجرعة فاستشر الطبيب أو الصيدلي. من المعتاد تناول بلنديل مرة واحدة في اليوم، يمكنك تناول جرعتك في أي وقت من اليوم، ولكن حاول أن تجعلها في نفس الوقت كل يوم. السؤال بعد كده، في أي وقت من اليوم نتناول بلنديل؟ طبعا نأخذ بلنديل مرة واحدة في اليوم مع الطعام أو بدون الطعام،
يفضل تناوله في نفس الوقت كل يوم، مثلا بعد الفطار أو بعد العشاء أو في وقت النوم، ولا تأخذ أكثر من جرعة في وقت واحد. سؤال آخر، هل بالإنجيل يسبب زيادة الوزن؟ طبعا زيادة الوزن هي آثار جانبية نتيجة تناول بالإنجيل، تحدث في أقل من 1% من الأشخاص الذين يتناولون بالإنجيل. طيب، هل يسبب بالإنجيل كحة؟ طبعا الكحة هي أثر جانبي من آثار بالإنجيل، ولكن نادرة الحدوث، يحدث في 1% من المرضى. هل يسبب بالإنجيل تورم في القدمين أو الكاحلين؟ يمكن أن يكون تورم القدمين أو الكاحلين من آثار جانبية لبعض أدوية ضغط الدم، وخاصة حصرات قنوات الكالسيوم زي بالإنجيل. وتعمل هذه الأدوية على توسيع إرخاء الأوعية الدموية الصغيرة، وفي بعض الأشخاص يمكن أن تسبب ذلك تسرب مزيد من السوائل من الأوعية الدموية أو إلى الأنسجة، مما يتسبب في تورم الكاحل. السؤال الأخير اللي هنجاوب عليه هو، هل يؤثر بالإنجيل على الانتصاب عند الرجال؟ طبعا يمكن أن يسبب بالإنجيل انخفاض في الدفع الجنسي، انخفاض في صلابة الانتصاب، في بعض الحالات عجز جنسي وتثدي عند الرجال، يعني الرجل يطلع له ثدي. نادرا ما يتسبب بالإنجيل في ضعف الانتصاب، ولكن معظم المرضى الذين يعانون من ضغط الدم غير منضبط، خاصة أولئك الذين يعانون من مرض السكري، هم أكثر عرضة للإصابة بضعف الانتصاب كجزء من مضاعفات ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري. هل هناك تفاعل بين بالإنجيل وفياجرا اللي هي سلندفيل؟ طبعا لا توجد تفاعلات دوائية معروفة بين بالإنجيل وسلندفيل الموجود في الفياجرا، وعندما يتم تناولهما معا ولا يؤثر كل من العقارين على الآخر. زي ما قلنا، في ليدوبين، في اللي هو بالإنجيل، في تركيز 2.5 و5 و10، وهو عبارة عن أقراص مغلفة، يستعمل لارتفاع ضغط الدم والوقاية من الذبحة الصدرية. أرجو إن إحنا نكون في الفيديو ده أفدناكم، والرجاء من حضراتكم دعم القناة عن طريق الاشتراك في القناة وضغط لايك إذا أعجبك الفيديو، وتفعيل الجرس وعمل مشاركة للفيديو على حسابك على الفيسبوك. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.